بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله اليوم حنتكلم عن فحص، من طبعا فحوصات مهمة جدا ومشهورة اللي بتسمع اسمه يمكن كتير، هو الأوكس 19. هذا الفحص بيخص اللي هو مرض اسمه الريكيتسيال ديزيز. طبعا هذه الريكيتسيا هي نوع من أنواع الميكروبات، كانت تصنف من ضمن إلها صفات مشابهة للفيروسات ولها صفات مشابهة للبكتيريا زي ما هنتعرف ان شاء الله عليها اليوم. طبعا فحص الـ OX19 هو فحص خاص بيتم فيه تشخيص هذا المرض، وله فحص ثاني اسمه اللي هو ويل فيليكس تيست، خاص برضه بفحص اللي هو هاي البكتيريا زي ما هنتعرف عليها ان شاء الله من خلال فحوصاتنا اليوم. طبعا هنا يعني الباوربوينت هو نفس المحاضره العاديه بس المعلومات اكثر ترتيبا. حابين نوضح انه هان هذا الفحص بيتم فحص الريكيتسيا. هي الريكيتسيا احد الميكروبات المقارنه الاوبليجاتوري انتراسيلولار، يعني تقدرش تعيش الا جوا الخلايا هاي البكتيريا. هاي البكتيريا طبعا هي امبريونيتد ايجز، يعني بتعيش في البيوض زي ما قلنا في التشو كلتشر، بيقدرش تعيش بدون هو وسط خلوي تعيش في داخله، فهي ما بتقدرش تقوم بوظائفها الحيوية إلا داخل الخلايا. هذه البكتيريا تعد من الجرام نيجاتيف، هي سمول، شكلها طبعا إلى أكثر من شكل بوليمورفيك كوكو باسيلاي، ممكن تنتقل من خلال هو إريثروبوز مخصوص فيها زي الحشرات اللي بنحكي عنها، مثلا الجمل، الفليز، البراغيث، بعض المايتس العث. في أكثر من أنواع من نوع من الحشرات اللي هي بتنتقل من خلاله وبتصيب اللي هو الإنسان. طبعا هذه الريكيتسيا يعني انتقالها زي ما حنشوف، لقيت بعض الميكروبات منها بتعمل مرض اللي هو اسمه التايفس ديزيز، بتعمل مرض اسمه التايفس ديزيز، فبناء عليه طبعا بتم تصنيفها حسب أنواع اللي هو أنواع هذه الريكيتسيا السب جروب منها بتم تصنيفها. فهذه الريكيتسيا لها صفات مشابهة بالفيروسات اللي هي هذه الصفات، إنها هي إبلوجاتري إنترسول برازات، يعني بيقدرش يعيش بدون تواجد داخل الخلايا الفيجن الخلايا. والصفة الثانية إنه هي حجمها مشابه لأكبر حجم من الفيروسات، يعني هي صغيرة جدا أصغر من البكتيريا، ولكن نقدر نشوفها على اللايت ميكروسكوب، ممكن رؤيتها على اللايت ميكروسكوب. بالنسبة لعدم الصفات اللي هي غير مشابهة للفيروسات، إنه هذه الريكيتسيا تحتوي على مادة وراثية RNA وDNA. الفيروسات لا، بتكون يا إما RNA يا إما DNA. هنا الريكيتسيا بيكون فيها التو جينوم اللي هو RNA وDNA. النقطة الثانية إنها بتنقسم أو بتتكاثر بالانقسام الثنائي الباينري فيجن اللي هو الانقسام الثنائي. هذه الخلايا كمان البكتيريا اللي هي الريكيتسيا لها جدار، لها سيل وول، وهذا الجدار بيحتوي على بعض اللي هو الأحماض الميموريك أسيد وبعض الإنزيمات المشابهة لمين؟ للجرام نيجاتيف بكتيريا. بالنسبة للاستراكشر تبعته والحيث اللي هو التصنيف، تم تصنيف الريكيتسيا لثلاث مجموعات رئيسية، ثلاث مجموعات رئيسية بالاعتماد على الأنتيجينيك استراكشر تبعها، بالاعتماد على الأنتيجين ستراكشر تبعها. هذه الريكيتسيا تصنف حسب الانتيجين ستراكشر على زي تايفس جروب اللي بتعمل حمى التايفس او التيفويد فيفر، في عندنا اللي هو سكروبي تايفس، في عندنا سبوتد فيفر جروب. كل منهم، كل واحده منهم طبعا هن متشابهات بالنسبه لكمرض ارتفاع درجات حراره، تصنف جروبات مختلفه هذه الريكيتسيا بناء على هذا التشابه ما بين اللي هي البروتياس والريكيتسيا جروبس. طبعا تم تصنيفها بناء على مناطق تشابه بالانتيجينات تاعتهم. تايفس جروب هذه الريكيتسيا اللي هي ريكيتسيا بروازاكي، هي اكثر انواع الريكيتسيا بتصاب فيها الانسان، وريكيتسيا تايفي، في عندنا الريكيتسيا اللي هو توتسو جوموتشي اللي هي نوع برضه من انواع الريكيتسيا بس مشابهه مع نوع واحد من السيرولوجيكال تيست الخاصه بي اللي هو بروتياس ميرابيلس اللي هي اوكس 19 اوكس كي مش اوكس 19 زي اللي فوق، تمام. فبتتميز سبوتد فيفر بالاوكس 2 عن اللي هو البلبي.
زي ما انتم شايفين. الاعراض والسيمتوم ساعتها بكون فيها زي ما قلنا هذول الامراض الريكيتسيا والسلمونيلا واللي حناخذها البروسيلا، هذول كليتهم قلنا عنهم بينتجوا عندنا بالجسم فيبرايل انتي بودي. قلنا الفيبرايل انتي بودي هي عباره عن اجسام مضاده بتزيد نتيجه رده الفعل المناعيه، بكون الناس المرضى هذول بكون بيعانوا من ارتفاع درجات حراره وبالاضافه لانفيجن بهذه البكتيريا، فجسمنا بيعمل رده فعل بينتج اجسام مضاده. هذه الاجسام المضاده اللي بتكون مع ارتفاع درجات الحراره بتكون بنسميها احنا فيبرايل انتي بودي. من الاعراض العامه عند الاشخاص هذول بيكون في ارتفاع في درجات الحراره بشكل يعني متواصل، بيكون في عندنا اللي هو وجع راس شديد، بيكون في الم بباقي الجسم، بيكون في ضعف عام، وممكن يكون عندنا لاحظ عندنا اللي هو تضخم بالطحال. من التغيرات او مضاعفات هذا المرض انه بيعمل عندي لينفوسيتوزيس، بيعمل عندي ليكوبينيا اللي هو انخفاض في كرات الدم البيضاء بشكل عام وزياده في كرات اللمفاويه، بيعمل عندي ثرومبوسيتوبينيا، ممكن يكون عندي بعض الحالات يظهر فيها عندي انيميا بسبب اللي هو انه الهيموجلوبين بيقل تركيزه، بصير الهيموكونسنتريشن بتجمع في داخل الخلايا ويكون تركيزه قليل، بكون يعني نادر هذا الموضوع اللي هو انيميا مش عند الكل. في اليورين اناليسيس بنلاحظ خروج اللي هو الار بي سيز، نزولها مع اليورين ممكن تظهر على شكل كاست تكون موجوده، في بيكون في عندي في اليورين هاي بروتين، الكدني فانكشن برضه بتتغير، بيعلى عندي اليوريا وبيعلى عندي الكرياتينين. الانفستيجيشن ممكن نفحصها ونتاكد من وجودها بواسطه اللي هو البي سي ار تيست، من خلال فحص اللي هو الاوتستو اللي هو تسوتسو كوموشي دي ان اي من خلال العينات المرضى وتاكد هل هذا موجود ولا لا. اذا كان موجود بدلل على وجود اللي هو الميكروب او البكتيريا الريكيتسيا، ودلاله اصابه الانسان باللي هو سكرابي تايفس اللي احنا حكينا عنها قبل فتره. طبعا السيرجيكال تيست من اهم الفحوصات ويعد الجولد ستاندرد لهذا الفحص هو الاندايركت فلوريسنت انتي بودي تيست. اندايركت فلوريسنت انتي بودي تيست اخذنا ايش معنى اندايركت وفلوريسنت انتي بودي تيست، اللي هو بيستخدم ماده ليبل بتكون هذه الاجسام مضاده ليبل بماده فلوريسنت، والطريقه تبعته بيكون اندايركت. ليش اندايركت؟ بيكون في عندي اكثر من انتي بودي مستخدم على اكثر من مستوى زي ما احنا شايفين هنا. مثلا عندنا بيكون انتي بودي هذا نعتبر رقم واحد، في عندي طبعا اللي بيشبك مباشرة مع الانتيجين اللي هو بده يفحصه سواء في السيرم او غيره. طبعا اذا الانتي بودي هذا اللي بده يفحصه هنا الاندايركت فلوس انتي بودي بيجي معاه بعده كمان في سكندري انتي بودي تاني. السكندري انتي بودي اللي حيشبك معاه هان هذا هو اللي بيكون ليبلد بماده فلوريسنت بتكون موجوده هنا، هذه الماده فلوريسنت في نهايته. اذا كان شابك البرايمري السكندري الليبلد حيظهر معايا، فعشان بنسمي عشان هيك بنسمي هذه الطريقه مباشره اندايركت فلوريسنت انتي بودي تيست. هاي الطريقه غاليه ومكلفه، فلذلك يعني مش كثير المختبرات تكون موجوده فيها بالنسبه لنا عندنا في غزه هنا، لكن هي تعد الريفرنس ميثود في عمليه الدايجنوزز لا اللي هو التايفس فيفر. والتايتر عشان نقول عند المريض بوزيتيف لازم يكون التايتر اعلى من 200، من 200 واعلى. بالنسبه لعمليه اللي هو التشخيص من الفحوصات الثانيه سيرجيكال تيست موجوده عندنا هي الكومبلمنت فيكسيشن تيست. كومبلمنت فيكسيشن تيست طبعا من الفحوصات الثانيه هو الكومبلمنت فيكسيشن، حكينا اخذناه اول الفصل ايش هو الكومبلمنت فيكسيشن. بالنسبة اللي هو الفحص اللي هو حنتكلم عنه اليوم إن شاء الله من الأجلوتيشن تيست اللي هو الوايل فيليكس تيست، أحد الفحوصات طبعا بتشتغل نفس الريكيتسيا ديزيز، هو الفحص اللي حنتكلم عنه إن شاء الله احنا اليوم. في فحوصات خاصة اللي هو السكرابي اللي هي الحمى مع الحكة بتكون بالجلد نتيجة الانفيجن للميكروبات هذه اللي حكينا عنهم زي البراغيث أو الهيمن باجز اللي بتصيب الإنسان، فبينتج عنها بسبب اللي هو الريكيتسيا بينتج ضدها جسمنا اجسام مضاده اي جي ام
وهذا بصير لها ديتكشن في اول مراحل اللي هو الانفكشن، دائره اللي هو الاكيوت انفكشن. هاي تكون عندي هايلي سبيسيفيك، يعني تكون هايلي سبيسيفيك ضد اللي هو البكتيريا اللي من نوع التايفاس سكراب او سكرابي تايفاس. تمام. بالنسبه لعمليه الدياجنوز للريكيتسيا بتمر في اكثر من مرحله، طبعا عشان هو صعب ان نشخص الريكيتسيا في المختبر، لانه هذا الكائن او الميكروب هذا هو عباره عن فاستيديوس، فصعب نشخص اللي هو التايفس فيفر او ريكيتسيوزيز بنسميه. فبينموها باول شيء كمرحله اولى، بياخذوا عزله من المريض، بعد ما ياخذوها بينموها في بلاد كلتشر. لازم المريض ما يكونش ماخذ انتي بايوتيك، مش متعرض ل يعني اجسام مضاده، مش بياخذ انتي بايوتيك المريض عشان يتم الفحص تبعه. بيعملوا له مزرعه سيل كلتشر في امبريتد ايج او اللي هو سيل كلتشر عادي. بعد هيك طبعا بيتم التشخيص بناء على المزرعه. بياخذ ممكن نعمل كونفرميشن لهذا الفحص من خلال قياس الانتي بادي تايتر ومقارنته ما بين انترفال. هذا اللي بتنصح فيه اللي هو دبليو اتش او دائما، انه نقيس ناخذ الانتي بادي في اول مراحل ظهور الاعراض، وبعد هيك نعيده بعد مراحل هو الشفاء التشافي، ونقيس الفرق بين الانتي بادي تايتر. اذا لقينا في زياده بالانتي بادي تايتر معناته هذه اكيوت انفكشن. فزمان كان قياس الانتي بادي تايتر صعب للفيروسات او للبكتيريا النوع هذا الريكيتسيا، لانه صعب كانت انه نعمل لها ديتكشن للانتيجينات تاعتها وننميها بحيث نقيسها من سيرجيكال تيست. فصاروا لقوا بعض اللي هو الميكروبات اللي هي زي البروتياس لها انتيجينات مشابهه لانتيجينات الريكيتسيا، تحمل انتيجينات مشابهه للانتيجينات تاعت الريكيتسيا. فلقوا جسم الانسان اذا اصيب بالريكيتسيا بيعمل ردة فعل مناعية، هذه ردة الفعل المناعية مشابهة لردة فعل الإصابة لو شخص ثاني أصيب بالبروتياس. يعني الإنسان لو أصيب بالبروتياس أو ريكيتسيا بيعمل أجسام مضادة، هذه الأجسام المضادة إلها قدرة على التعرف على اللي هو الريكيتسيا أو البروتياس بسبب التشابه بالأنتيجين تاع اللي هو الأوكس 19. هذا الأنتيجين الأوكس 19 عليه بعض المواد اللي حنشوفها، يعني هي مشابهة للأنتيجينات الموجودة على الريكيتسيا. فبتعمل عندي حالة بنسميها من هيتيروفايل، بتعمل عندي حالة من بنسميها احنا هيتيروفايل أنتيبادي. الأنتيبادي الموجود على البروتياس، الأنتيجين الموجود على البروتياس بحفز الجسم يكون عندنا أنتيبادي هيتيروفايل أنتيبادي. لقيت هذا الأنتيبادي بيتفاعل اللي هو بعد انفكشن من الريكيتسيا، بتفاعل مع البروتياس وبتفاعل كذلك مع الريكيتسيا. فصار اسهل علينا بالنسبه للمختبرات انه نقيس والله وجود الريكيتسيا من خلال هذا الانتيبادي. بنجيب الانتيجين تاع البروتياس لانها متوفره وسهله التنميه في المختبرات، صار يتصنع منها الانتيجين تبعها اللي هو اكس 19 اللي هو عباره عن الكالاين ستيبل كربوهيدرات انتيجين. بناخده وبنفعله مع سيرم المرضى. إذا كان سيرم المريض فيه أجسام مضادة حيتفاعل معها ويعمل عندي اجيتيشن تيست، ما فيش عنده أجسام مضادة مش حيتفاعل معها وحيطلع الفحص عندي نيجاتيف. واضح كيف؟ فعندنا الفحص اللي هو الويلفليكس تيست، هو السيرجيكال تيست اللي احنا بنتكلم عنه طول الوقت، بيتم فحصه من خلال انه والله في الفكرة الأساسية بتاعت الفحص البرنسبل انه بيكون بعد الريكيتسيا انفكشن بيظهر عندنا في الجسم أجسام مضادة. هذه الأجسام المضادة هي بنسميها هيتيروفايل انتيبادي. ليش سميت هيتيروفايل انتيبادي او هيتيروفيليك انتيبادي؟ لانها عندها قدره على التعرف على انتيجينات في بكتيريا ثانيه اسمها بروتياس. هذه البكتيريا الانتيجينات تاعتها بتتفاعل معها وبتعمل معها اجلوتينيشن. استفادوا العلماء من هذه الفكره انه هذه البروتياس سهله التنميه في المختبر، ممكن نستخلص الانتيجينات تاعتها ونفحص الناس اللي عندهم ريكيتسيا باستخدام هذه الانتيجينات. طبعا كيف نفحصهم؟ بندور في جسم المرضى في السيرم تاع المريض هل في عنده اجسام مضاده ضد هذه البكتيريا ولا لا. اذا لقينا حدث معي اجلوتيشن تيست بوزيتيف معناته في عنده ريكيتسيا، طلع نيجاتيف معناته ما فيش عنده ريكيتسيا. السؤال اللي بيطرح نفسه هان اللي متكلم عنه، هل طب لو كان المريض اصلا عنده فعلا بروتس انفكشن، كيف بنميز ان المريض عنده بروتس انفكشن ولا ريكيتسيا انفكشن؟
بيجي السؤال تبعنا هان، كيف نميز بين مريض مصاب بالبروتياس والمريض انه هو مصاب بالريكتسيا؟ بيتم التمييز بناء على 4 خطوات رئيسية. خطوة رقم 1، بناخذ من الديستشارج تاع اليورين، يعني من الاير او اليورين ديستشارج الاثنين مع بعض، بنعمل منهم مزرعة. اذا طلع معي بوزيتيف الاير واليورين معناته البوزيتيف هنا في الاغلب بيكون بروتياس، لان البروتياس تعمل عندي يو تي اي. الريكتسيا تطلع معي نيجاتيف، تعملش عندي يو تي اي، الريكتسيا تعملش عندي يو تي اي، تمام. النقطة الثانية انه احنا بنعمل اللي هو بنقيس التوتال وايت بيسيز، اذا لقينا التوتال وايت بيسيز عندي انكريز معناته الحالة هذه بيكون عندي فيها مرتفع ليكوسيتوزيز، اما في حالة الريكتسيا بكون التوتال وايت بيسيز عندي ديكريز بيعمل عندي ليكوبينيا. في لما نعمل وايت بيسيز ديفرنشال ونشوف مين هو العالي ومين واطي عنده، بنلاحظ انه في البروتاس بيزيد عندي نيوتروفيل بيرتفع، في حالات الريكتسيا بيزيد عندي عندنا اللي هو الليمفوسايت بيصير عندي ليمفوسايتوزيس، تعمل عندي ليمفوسايتوزيس. طريقة عمل الفحص له أكثر من طريقة للعمل، هو في الأغلب سلايد أو ممكن تكون يوتيوب ميثود، وبس عشان مدة الفحص بتاخذ وقت طويل في العمل، عشان هيك احنا ما عملوش عندنا بالمختبرات ومش دارج كثير عندنا بغزة. بالنسبة للي هو السنسيتيفيتي تحت الفحص اللي هو الويلفليكس تيست، السنسيتيفيتي تحته ضعيفة جدا، عشان هيك يعني مش كتير بيعتمدوا عليه بالتشخيص لحاله، بيعتمدوا على أكثر من فحص مع اللي هو الكلتشر والمزارع بيحددوا إنه عندنا ريكتسيا انفكشن. نسبته تقريبا السنسيتيفيتي تحته أقل، يعني ممكن تكون توصل حوالي تقريبا 33%، سبيسيفيستي 46%، فهي ضعيفة جدا، يعني ضعيفة بالمقاربة عن الفحوصات تحت السيرولوجي. من الكونفيرماتوري تيست تبعته زي ما قلنا عنه، او هو اللي يعد الفحص المرجعي لهذا الميكروب، هو الميون فلوريسنت انتي بودي تيست. الميون فلوريسنت انتي بودي تيست هو الفحص المرجعي الجولدن ستاندرد في تشخيص هذا المرض، هو الفحص عندنا المرجعي، تمام. هيك بنكون احنا خلصنا الريكتسيا وعرفنا انه الريكتسيا بتعمل عندي مرض بسموه ريكتسيوسيز او بنسميه تايفس فيفر. فهذا التايفس فيفر اللي هي حمى اللي هي تايفس بيكون سببها هو الريكتسيا، وبيشترك معها الريكتسيا بتتميز بتشترك مع اللي هو البكتيريا البروتياس الاوكس 19 بالانتيجين تبعها، فلذلك تستخدم الانتيجين تاع الاوكس 19 في تشخيص هذا المرض. طيب قلنا سألنا السؤال بيطرح نفسه، كيف بنميز بين انه هل فعلا هي مصابة بالريكتسيا ولا هي المرض المشكلة عند المريض هي زي ما حكينا ممكن تكون بروتياس انفكشن. البروتياس مشهور عنها انها بتعمل يوتي اي، بياخذوا اير ديستشارج مع يورين، اذا لقينا المزرعة طلعت بوزيتيف في الاغلب بروتياس، طلعت نيجاتيف عند الريكتسيا فهي بتأكد انها نبروتيس، تمام. الريكتسيا بتطلعش عندي يو تي اي انفكشن بوزيتيف. بالنسبة للتوتال وايت بيسيز، هنا بكون عندي انكريز، هنا بكون عندي ديكريز، يعني بيزيد في الانفكشن البروتياس التوتال وايت بيسيز بيكون عالي. الوايت بيسيز ديفرنشال، لو عملنا ديفرنشال لها مين اللي معلي وايت بيسيز، بنلاحظ انه نيوتروفيل. هنا الريكتسيا بتقلل الوايت بيسيز بتعمل ليكوبينيا، ولكنها بتزود عدد كرات الدم الليمفاوية كرات الدم البيضاء اللي هي اللي بتعمل عندي ليمفوسايتوزيس. بالنسبة اللي هو من الأمراض المرض الثالث اللي هو بكون عندنا من فيبرايل أنتي بادي اللي هو بروسيلوسيس، هذا المرض بصير بسبب انتقال هذه البكتيريا تحت البروسيلا، تنتقل لنا من خلال روث الحيوانات أو تلوث الأطعمة بهذا الروث أو تلوث الأطعمة بمخلفات بالبكتيريا هذه من الحيوانات او الناس العاملين بهذا المجال، زي من امثله اللي هو بيعملوا بالحليب، الحليب اذا كان مش مبستر بشكل كويس ما كانش مغلي وتم، يعني لازم نغلي الحليب بحيث انه يحمينا من هاي البكتيريا. هذه البكتيريا بتعمل عندي حمى بسموها الحمى المالطيه مالتي فيفر او مالتيسيا فيفر، بتعمل حمى برضو لها اسم تاني برضو هو ميديتيريان فيفر، حمى البحر المتوسط.
وبتعمل عندي هو برضه بسموها حمى اللي هو الروك فيفر، حمى جبلية، والاندلتنت فيفر الحمى المتكررة بتيجي على فترات متقطعة. فهذه البروسيلا بتنشأ، منشأها الأساسي هذه البكتيريا من الحيوانات. فيعني معظم الأمراض اللي حكينا عنهم اليوم هي أمراض تنقل إنها من خلال الحيوانات بشكل عام أو الحشرات، مش مصدرها اللي هو الإصابة الرئيسية يعني كانت منشأ هذه الميكروبات الإنسان. فالبكتيريا هاي اللي هي معناها تعد من الجرام نيجاتيف كوكوباسيلاي، غير متحركة، نان موتايل، نان كابسوليتد، ملهاش كبسول، تعد فاستيدياس، تحتاج إلى ظروف لا هوائية، إلى ايروبيك كونديشن، بدها سي او 2 عشان تنمو، ولها ميديا خاصة فيها اسمها كاستنديدا ميديا، هذه الميديا خاصة في تنمية اللي هو البروسيلا. طبعا المرض هذا بيعمل عندنا زي ما حكينا عنها اللي هي الحمى المتقطعة الاندلتنج فيفر. الاندلتنج فيفر هذه حمى يعني متقطعة بتيجي على فترات وبتروح، سببها انواع مختلفة من البكتيريا اللي هو البروسيلا، هي ان البروسيلا بروتا هو بروتياس اللي بتنزل من انفكشن للكتل والغنم، وعندنا اللي هو انفكشن يعني الماعز او الغنم، عندنا اللي هو البروسيلا اللي بتصيب اللي هو ميلتنسز بتصيب اللي هو الشيب خراف، وكذلك عندنا البروسيلا اوفيس اللي بتصيب برضه الشيب برضه الخراف، وعندنا البروسيلا سويس اللي بتصيب اللي هو خنازير البيجز. طبعا انواع مختلفه من البروسيلا كلهم بيؤدوا عندنا البروسيلوسيس بنسميها، المرض ايش اسمه اللي هو البروسيلوسيس او بنسميه المالتي فيفر او الاندنتال فيفر، التسميات المختلفه من منطقه لمنطقه لكن كلهم بيدلوا على نفس اللي هو المشكله اللي بتسببها هذه البروسيلا. زي ما حكينا عنها هي تعد من الزونوتيك ديزيز، البروسيلوسيس يعد من الزونوتيك ديزيز. ايش يعني زونوتيك ديزيز؟ يعني منتقل لهذا المرض من خلال الحيوانات للانسان، لما نقول المرض بينتقل من الحيوانات للانسان بنسميه زونوتيك ديزيز. طبعا كيف بينتقل؟ لان من خلال زي ما قلنا عن الكونتامينيشن للفود بالبكتيريا هاي، او من خلال الكونتاكت مباشر يعني الناس اللي بيشتغلوا زي ما قلنا في هذا المجال الدواجن او اللي هو يعني الابقار او فروع الغنم، ممكن يصابوا بشكل مباشر من خلال تعاملهم مع حيوانات مصابه، او احنا ممكن ينتقل لان من خلال الاوروزولز المقصود فيها اللي هو مخلفات هذه الحيوانات الناشفه اللي بتنشف على الارض مع تطايرها من الهواء واستنشاقها، لانها ممكن تنتقل لانه وتصاب فيها الانسان. وزي ما قلنا اذا كان الحليب غير مبستر ممكن يصاب فيه الشخص اذا ما كانش مغلي الحليب، لانه بكون هذه البكتيريا عايشه على المناطق الجينيتاليا او البريست تاع هذه الحيوانات اللي هو البقر، فممكن تنزل مع الحليب. فعشان هيك ضروري جدا مهم جدا يتم غلي الحليب قبل الشرب بحيث انه نقتل هذه البكتيريا ونقللها ما تعملش عندنا مشكله مرضيه. طبعا اكثر الناس اصابه بهذه البروسيلا هم الناس العاملين بالمجال اللي هو الزراعي، منهم اللي هم المزارعين اللي بيشتغلوا بالحيوانات، الاطباء الحيوانات، الذباحين، ايا كان يعني هذول الناس هم اكثر ناس بيشتغلوا بهذا المجال واكثر ناس عرضه للاصابه بالبروسيلا. ايش الاعراض العامه للمرض؟ هي اعراض مشابهه لاعراض الانفلونزا، بيكون في عندنا ارتفاع في درجات الحراره، في تعرق، في تعب عام بالجسم، بيصاحبوا انيميا، بيكون في عندنا وجع راس، في ديبريشن اللي هو زي يعني كآبة وإحباط، بكون في عندنا وجع في العضلات بشكل عام بداخل هو الجسم. آلية التشخيص مختلفة، بالنسبة لآلية التشخيص هاي بتعتمد بشكل أساسي على اللي هو عزل هذا الميكروب وعمل مزرعة له بحيث إنه يتم تشخيصه من خلال هو المزرعة. في بعض الحالات يصعب الحصول على عزلات منه، فعشان هيك بيعتمدوا في التشخيص تبعه على اللي هو سيرجيكال تيست، وبيتعرفوا على هذا الميكروب من خلال الانتي بادي اللي بينتجها جسم المريض نتيجة رد الفعل له، لأن هذا الشيء بيكون أسرع في عملية التشخيص وتحديده بالنسبة لبعض الحالات. ف
فالانتيبادي بيظهر عندنا بالجسم من بعد اللي هو الاسبوع الثاني للاسبوع الثالث من اصابه بالانفكشن، وبكون التايتر تبعنا من تقريبا من 60 ل 80، هو التايتر اللي هو بيكون في الاغلب بوزيتيف. بس عشان نحدد ان هو بوزيتيف فعلا او ناكد التشخيص اللي هو بوزيتيف، حسب منظمه اللي هو ال WHO او CDC بتقول انه احنا لازم نقيس الفحص هذا على شكل انترفال، يعني نقيسه بعد ناخذه اليوم بعد 7 ايام او 10 ايام بنعيد هذا الفحص كمان مره. اذا لقينا القيمه تاعت التايتر زادت تضاعفت 4 اضعاف معناته هذا الفحص فعلا بوزيتيف، وهذا دلاله اللي هو الاكيوت انفكشن. فالدياجنوز الان زي ما حكينا بيمر في ممكن يكون عندي اكثر من مرحله، بنعمل بلاد كلتشر في الاسبوع الاول. اذا انا عديت الاسبوع الاول وما عملتش البلاد كلتشر هنا بدي اعتمد على سيرجيكال تيست او اذر تيست. بالنسبة للي هو البلاد كلتشر بيكون على البروسيلا، بنعملها عزل من الدم بناء وتنميتها على ميديا خاصة اسمها كاستندا ميديا في ظروف لا هوائية. المشكلة انه هذا الفحص بياخد فترة طويلة زي ما احنا شايفين، بقعد تقريبا لست اسابيع، يعني اب تو 6 اسابيع، ممكن يكون يظهر قبل ممكن يستمر لعند 6 اسابيع لما ناخد نتيجة بوزيتيف او نيجاتيف، طبعا المريض بيعاني. فعشان هيك صار يعتمدوا على الفحوصات اللي هو عندها سيرجيكال تيست بتعطي نتيجة اسرع، يعني بعد اسبوعين من الاصابه ممكن او ظهور الاعراض تطلع معي النتيجه. فالمده بالنسبه للست اسابيع صارت اقل باستخدام بعض بعض اللي هي الاجهزه الحديثه، قلت هذه المده لتقريبا اسبوع، فصار ممكن يعني الزراعه تكون اسرع في المده. ونشوف هذه الخلايا البكتيريه باستخدام جرام ستين، طبعا هي بتعمل عندي جرام نيجاتيف على شكل تجمعات كثيفه بتكون موجوده، لكن في بعض الاوقات بتكون صعب انه نلاقيها، يعني مش دائما نقدر نلاقيها في داخل الميدا ونشوفها. كذلك من الصعب انه نميز البروسيلا، من صعب انه نميز البروسيلا والسلمونيلا في اللي هو البلاد كلتشر، هي بعد العزله، يعني بعد ما نعمل عزله صعب من خلال العزله نميز ما بين اللي هو البروسيلا والسلمونيلا. طيب ايش اللي اصاب المريض، هو سلمونيلا ولا بروسيلا؟ صعب انه نشوفه من خلال البلاد كلتشر، بيستعينوا فحوصات سيرجيكال اللي هي كيميائيه اللي هي بيقيسوا انزيم اليورياز. فاذا كان انزيم اليورياز مرتفع في الحاله هذه بيدلل على وجود اللي هو البكتيريا البروسيلا، ولكن اذا كان عندنا اليورياز منخفض بيكون عندي في الاغلب هذه هي بكتيريا السالمونيلا. فالبروسيلا بيرفع عندي انزيم اللي هو اليورياز انزيم. النقطة الثانية من الفحوصات اللي هي الانيمال انكيوليشن تيست، انه ناخذ اللي هو العزل اللي احنا حصلنا عليها ونحقنها اللي هو يعني جزء من عينة المريض ونحقنها في حيوان ونشوف هذا الحيوان اذا صار معاه مرض معناته هو فعلا في عندنا بروسيلا، ما صارش معاه مرض بكون عندنا اللي هو فيش عنده بروسيلوسيس. استولوجيكال تيست لهذا الفحص، استولوجيكال تيست زي ما حكينا عنها بنشوف اللي هو الأجسام المضادة الموجودة في دم المريض إذا تعرض لهذه البكتيريا. إذا ظهرت طبعا من خلال هو السيروم أجلوتينشن تيست بنشوف الفحص تبعي خلال زي ما قلنا بنعيده على فترات ونشوف الزيادة بالتايتر أنتيبادي. إذا ظهر عندي التايتر أنتيبادي بيزيد معناته عندنا أكيوت إنفكشن، طبعا مع وجود الأعراض الموجودة عند المريض. بشكل عام نورمال ريزلت، الناس المعظم ما عندوش هو انتيبادي ضد البروسيلا، لكن ممكن تظهر هذه الانتيبادي بعد تعرض الشخص لهذه البروسيلا الانتيجين تاع البروسيلا بعده ايام وتضلها موجوده عنده بالجسم. لكن التايتر تبعها عشان نقول والله المريض عنده بروسيلوسيس، هذا المرض التايتر تاع الانتيبادي كل ما زي ما قلنا عنه بيزيد، فعشان هيك باكد التشخيص تبعي انه والله في عندنا بروسيلوسيس لازم افحص منذ بداية ظهور الأعراض، يعني بعد اللي هو ظهور الحمية والسخونة بأسبوعين نفحص المريض بناخذ منه عينة، بعد هذه الفترة بعد زوال الأعراض من عنده بناخذ منه كمان عينة، بنقارن بالعينتين، إذا كان في عندي الأنتيبادي تايتر زاد 4 أضعافه عن المرة الأولى معناته هذه أكيوت إنفكشن. وبعد طبعا لازم المريض بعد اللي هو أخذه للعلاج تخف هذه عنده الأعراض، ممكن يتعالج باستخدامه الانتيبيوتيك يعني خاصة بيه وفي استجابة جيدة للعلاج.
البروسيلوسيس كمرض هذا ممكن يطلع معي الفحص عندي اللي هو يظهر فحص فولس نيجاتيف بسبب البروزون فينومينا. ايش البروزون فينومينا؟ اخذنا احنا قبل هيك كير تكلمنا فيه على الانتي بادي تايتر، هون اذا كان في عندي هنا انتي بادي اكسس زياده في الانتي بادي حيطلع معي الفحص نيجاتيف، والعكس لما قلنا في عندي يكون انتيجين اكسس في البوست زون تمام، يكون انتيجين عالي حيطلع برضه نيجاتيف، او يكون انتي بادي عالي حيطلع معي الفحص نيجاتيف. هاي نسميناها برو زون، هاي نسميناها ايش؟ بوست زون. ليش طيب بصير هنا في الانتي بادي اكسس؟ بكون في انتي بادي فري موجوده، التايت بتاع الانتي بادي عالي، كميه الانتيجينات غير كافيه انه يصير عندي اجلوتيشن رياكشن، فبيطلع معي الفحص فولس نيجاتيف ريزلت، بيطلع معي الفحص فولس نيجاتيف ريزلت. فلازم احنا نكون متاكدين من القراءه تاعتنا والتايتر نعايره، بحيث انه لو طلعت النتيجه، لو قلنا احنا قبل هيك لو طلعت معي نتيجه نيجاتيف مع وجود الاعراض بعمل الريكومندد ان انا اعمل تخفيف 1:10 على للعينه. بعد ما اعمل تخفيف 1:10 بعيد الفحص، باخذ من العينه منها 1 دروب مثلا حسب الكيت يعني اللي بشتغل، وبنعيد الفحص. اذا كان الرياكشن طلع معي بوزيتيف معناته بكون عندنا بروزون فينومينا، اذا طلع معي الرياكشن نيجاتيف معناته فعلا الحاله نيجاتيف ما عندوش البروسيلا، وبيتم تشخيصه بيشوف يعني بيدرسه فحصات ثانيه للحاله لحد ما يتم التشخيص. هيك الله يعطيكم العافيه.